خلينا نشوف الظرف ده مخبي لك ايه ونوع الاسئله ايه. ماشي، انا جاهزه ان شاء الله. يا رب يا مسهل. اوكي، حطينا النضاره. كمان الحقوني طبعا. ده موضوع جد قوي. مش كده؟ خلاص بشوف. الموضوع جد قوي. ربنا يستر. ميار، قربك من ربنا غير فيكي ايه؟ غير فيا يعني تقريبا 360 درجه، لانه طبعا من البنوته شعرها عامل مش عارفه ايه، بتلبس قصير، بتروح اي حته. غير فيا طبعا تعاملي مع الناس. أوكي. مختلف تماما. غير فيا الاماكن اللي بقيت اروحها. يعني ما بقتش يعني على طول بحب الحرم، على طول بحب ان انا ابقى في بيتي اكتر حاجه، في زي ما يقولوا وصلات المراه في قدرها. لحظه اللي قلتي عن اختك واتهمتيها بالرده كان لحظه شيطان؟ هي بصي انا لحد دلوقتي هي مش عايزه تصفى من ناحيتي من الجزئيه دي، من الكلمه دي. رغم ان انا نور عيني اخواتي، بموت في حاجه اسمها اخواتي. احنا ثلاث بنات وانا اختهم الكبيره. واحنا ثلاث بنات يا ربي يخلي، وانا الكبيره شبه بعض. لا فظيع، وانا الكبيره. احنا شبه بعض جدا، بس احنا برج الثور على زي فكره بعضينا. ده احنا كل حاجات كتيره جدا مع بعض ما شاء الله. هي مش قادره تسامحك على هي مش قادره تسامحني، وجوزها الشهيد ميت وهو زعلان مني من الموضوع، وده اكتر حاجه حاسه في نفسي، فبحاول ان انا اعوضها. بس والله انا لما قلتها كان وجهه نظري ان اللي تلبس الحجاب وتقلعه، انا كان وجهه نظري ان ده عمل فظيع جدا، وما كنتش لسه مستوعباه. وبعدين انا واحده اعتبر اصنف مثلا ان انا ست بقدم برامج دينيه، وان انا بدرس في الجامعه وخريجه الازهر، فانه الناس هيقولوا لي انا الدكتوراه بتاعتي في الخطاب الديني، انت ما قدرتيش تقنعي اختك، فيبقى يعني اختك ما قدرتش تقنعيها، فما بالك الناس الباقيه. فهي كان ضربتني في مقتل في صميم اللي انا كنت، بس ان هي كانت صغيره برضو وشابه، فهي ربنا يسامحني بقى، ربنا يسامحني. حاولت انك تتصالحي معاها؟ انا اختي انا اغلى حاجه عندها، بس تظل الجزئيه دي مزعلاها، وفرصه ان انا معاكي النهارده وفي رمضان في رمضان علي. تقولي لها ايه؟ يا روح قلبي، ولا هي رده ولا اي حاجه، وحتى اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني الايمان بيزيد وينقص، اذا كان واحده ربنا يعني دخل الشيطان كده وقلعت الحجاب، هي مش مرتده ولا اي حاجه، لكن ان شاء الله ربنا يردها الى الحجاب ردا جميلا اذا ربنا كتبه لها. لكن اختي من افضل واحلى الناس، اختي ممكن تموت نفسها عشاني، فانا صعبان عليا ان انا قلت الكلمه دي في يوم من الايام. وقبل ما اعتذر لها اقول يا رب يكون رامي سامحني وهو في جنه ربنا، عشان يعني الشهيد بيشفع لـ70 من اهله، فيا رب يرزقني شفاعة. يا رب يكون وشنا خير عليكم برضه، وتتصالحوا وترجعوا تتكلموا مع بعض. لا احنا بنتكلم مع بعض، نترك الحاجات السلبيه اللي حصلت. لا والله هي مش زعلانه مني لدرجه المقاطعه، يعني بحس ان الحته دي حاسه في نفسها. لكن احنا زي الفل مع بعض. اوكي طبعا. بس بتحس ان بتتكلموا مع بعض في الحته دي او الجزئيه دي؟ ما بحبش اجيب السيره دي، لاقيها على طول تزعل. تزعل. طيب يا ميار، اتضمنتي انت مع الفنانه حلا شيحه صح؟ جدا جدا، ولسه متضامنه معاها. يعني انت بتعتقد كل اللي بيشتغل بالفن هو بيشتغل في الحرام يعني؟ بصي هي قناعات، بس انت بتمثلي. خلينا نشوف بقى مكرية. يعني هو الموضوع فيه تناقضات صح ولا لا؟ انا على فكره شخصيه، انا ما بعترف ان انا شخصيه مليئه بالمتناقضات، ولكن بالنسبه لحاله حلا كل واحد حر في يعني السلوك او نظرته للاشياء. خلاص انا ما اقدرش احكم على حد. انت شايفه مثلا الكوبايه دي فيها مشروب غامق، طيب انا ما بحبش حاجه اشربها غامقه يا جماعه لو سمحتوا، مش عايزاها. ليه انا اقول لك ايه ده انت مش ايه ده، ازاي تقولي على المشروب غامق ده حلو جدا، طب ذوقيه. طب لا، انت وجهه نظرك، عندك قناعاتك، عندك حاجه، خدتي قرار ان انا مش عايزه ده. حالة انا شايفاها ان هي كونفيوجن بقالها كتير، هي متردده كتير، بس هي تظل في الجانب ده. الجانب ده هو اللي حباه، جانب الحجاب والبعد والتدين وكده، بتروح وترجع. فانا صعبانه عليا، انا مش فقه عليها، انا